فالحب بات معلنا، ما كل ما أخفته العين محزنا. من قال فؤادي ظالما كن في غرامها إيمان، خذ من يدي خواتما واجعل رحيقي مسكنا. رفقة وسهر وشموع، شوق وضحك ودموع، بعد وعد ونشوع، هيك العمر بيمر. نتلاقى كل شوي بعتم القلب بالفي، تعب الهوى يا خطي وبعده ببير السر. جمعنا بالصدفة وعينينا مختلفة، نسرق بعد نتفي تبكرة نتذكر. ذكرى الأمس من حن تيبوح الهمس، والليل بندهل الشمس نحكي لها أسرار. لما تضيعها العمر والسنين لوعها الهجر، لو الصفا ده بنكسر وفرح الوام العين محزنة. من قال فؤادي ظالما كن في غرامها إيما، خذ من يدي خواتما واجعل رحيقي مسكنا. معك الدحى شريف سيجارة هون، شو رأيك كمان دخنها عنك مثلا شريف؟ عم دخن بالمدرسة؟ لا 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 استاذ ما عم دخن، انت فهمتني غلط، مو لإلي هذا الباكيت اصلا. لك عم تكذبني عينك بنت عينك؟ نعم بكرة مالك فوتي على المدرسة لتجيبوا لي أمرك، فهمتوا لا؟ استاذ طول بالك ما عاد عيدها خلص، بس برق لي اياها هالمرة. شو هي مرة؟ شو قاعدين بالكراجات ولا؟ بكرة بتجيبوا لي أمرك، فهمت؟ وسرعان ما تتبخر يغيب القسم الآخر بين الرمال. شو حلو الصف، بس ما يكون هذا الوي الغليظ الدب. استاذ للمره الثالثه بقول لك من بعد اذن شواربك لا تحكي على رفيقي لؤي بهي الطريقه. قوم ولا انقلع لي بالصف لشوف. امرك استاذ. قليل ادب. سلام. الله لا يسلم فيك ولا عظمي. استاذ انا عم بحكي هذا الحكي مشانه، لانه اخو لؤي ما راح يزامل اسباب الكارثه وبطل الجمهوريه بالتايكوندو، وبيحبوا لؤي حب شديد. يعني شوف 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 علاء، طلع على علاء، شوف شو عمل فيه. بس لأنه علاء قال له لؤي أنت من كربوش سلخ وقت لأخوه، كان شوف شو عمل فيه. بعدين أقول لؤي
هادي ابدا. هذيك المره فاتت ستني حالك وانشرحكم. انا بما اني رفيقه للوقي لازم هلا اروح لعند اخوه وقول له سلام. وعليكم السلام ورحمه الله. اكيد هذا الحكي لعند بندر. شو رايك اطلع؟ يصبر على عقبك. لا لا انا نازل شوي فكر بالموضوع شوف يا بحكي يا ما بحكي. لا لا فوت دبش اللي فوت. لا استاذ بدي انت ما حتفكر. سلام. وعليكم السلام ورحمه الله. هلا هذا مو كربوش والله كربوش. شو بلول؟ شبك شافك مزعوج؟ شو القصه؟ روح تحت حروم. لك قل لي بركي بخدمك. قل لي شو القصه وانا بخدمك. خلاص يا طحطح روح بقى. لك حابب اخدمك يا زلمه. قل لي شو الموضوع. طحطح. نعم. بدك تروح ولا لا؟ لا بروح. يلا الله معك. دخيل القوي احلى باللول. قلعنا معليه. شبك انت ليه مو على بعضك؟ والله ماني منيح يا غسان. خير؟ لقطني المدير عم دخن وقال المره الجاي ما بفوتني على المدرسه الا معي ولي امري. انك عادي مع انك انت ما بتدخن يا زلمه. يعني شو صار معك؟ بس ايدي مو مشكله. اصلا انا بالحادي عشر اللي عرفت انه ابوك يعني كنت مفكره استاذ بالمدرسه، استاذ انجليزي او موجه او مفتش متربيه عاد مداوم بالمدرسه. لك انا لو ابي ما عندي مشكله، بس انا خايف توصل لاخي وائل. كمان انت خايف من اخوك وائل معلي؟ شلون يعني؟ ما فهمت عليك. لا لانه صاحبك عدنان حبيبي صار مثل الخاتم باصبعتنا. خاتم؟ كيف يعني؟ علمت له انه اخوك معه الحزام الاسود بالكاراتيه والمصارعه والتايكوندو وما بعرف شو، وانه اخوك ضربه العلاء لانه قال عليك انه مو كربوش. وصدقك؟ خلاص ابو تلول فرد لي اياها، انا رح حل لك المشكله. معك 500 ليره؟ لا ما معي. بعدين ليش بدك 500 ليره؟ هو في شب بعرفه انا، بس هذا الزلمه ما بيشتغل الا بالمصاري، اسمه ابو الحروف، كان فكر يجيبه على اساس انه خالك. منين بدي اجيب ال 500 ليره؟ والله رح بيع موبايلي، ما انت بتعرف ابي حارمني من المصروف. ايه بعرف. بس شو تبيع موبايلك يا زلمه؟ شو تبيعه انا موجود؟ لك انت رفيقي بفديك بروحي، تفضل معي. لوين؟ امشي هلا بالله تفضل. خلص بقى يا فوزة يا بنت الحلال، خلص بقى لك فيه. كل شيء بوقته حلو. لك مثل ما عم قلت لك خلص. ايه؟ خلص تركيا خلص بقى لما بقول لك خلص يعني خلص، فهمتي؟ بعدين بحكي معي. يا ابني انت ليش تارك صفك؟ ليش تاركه؟ استاذ صبر بالك، خليني اخذ نفس. خذ. استاذ في وحدة عم تصيح بالابو. وحدة عم تصيح بالابو؟ ايه استاذ ما بعرف عم تعيطوا. وعم تطلب النجدة والمساعدة وأنا ما لقيت غيرك، يعني ما رحت لعند المدير ولا لعند حدا، أنا ما في غيرك يساعدك. لازم لك لازم لك كسر عالم على أصلا معلوم خلصت من روحاني يا ابني الحالي. يلا يلا هلا بدنا نقول له اكبر. بس هي الضخم قلت لي بالابو ما فينا شيء بالابو، الطاروطي 35 سنه ما بينضحك عليه اطلاقا يا لؤي. اوعى عيني وراسي. شو جاي على بالك استاذ؟ خليني اعزمك على شيء شغله الله يوفقك. طالما انه ما في شيء بالابو انا لازم اروح على مكتبي. لا كان بالابو استاذ، بس يمكن انت ما انتبهت له. تعال اخذ لك هيك شيء شغله شيء كذا شيء. لا هي ما بحبها وعلنا انا ما باخذ شيء. شو تاخذ استاذ؟ هاي مثلا ها ماشي علنا. هاي غالية. هاي خلص سجلها حسابي يعني. خلص ما في شيء. تحتها اسجلها على حسابه. ايه ماشي. وهسجلها على حسابي. لا استاذ ماشي شكرا. رجع على صفك. يلا راجع استاذ. ليكني سبقتك ها. مش الحال مالي يا غسان. ليش 1000 ليرة؟ لك 1000 ليرة لأنه 500 لصاحبنا و250 ورقة لي و250 ورقة لها، لأنه أبوك حرق من مصروف معلم. لك بس هي اسمها سرقة يا زلمة، سرقة هي. لك مين قال لك سرقة هي؟ مين قال لك سرقة هي معلم؟ هي اسمها اقتباس، يعني دين، ونحن بس لصير معنا مصاري بنرجع له إياهم لعبد العظيم. طيب وإمتى بدك تاخذنا لعند صاحبك؟
يا الله لعمتى بضل على هاي الحالة، شغل ليل نهار، الصباح بالمدرسة مع الأساتذة والطلاب، والمساء بالمطعم، وبعدين والله تعبت، وحياة الله تعبت. أخي كم مرة بدي أقول لك المحارم لحال، علبة الدخان لحال، كل شيء مصفط لحاله يا أخي. أبوك دائما بيقول لي ضربه ضربه، أنا ما بحب أضربك، ما بحب أضربك، ما بحب أضربك. لعمة علي بالشباب علي عمي أبو الحروف، كأنه عم تقسى علينا الشاب. ما أخي أجي مين لخ؟ صاحبي لؤي. هي لؤي أنا لؤي علي. يا شباب عمي أبو الحروف إلك ولا لفرس النهر؟ بك أنت ما بتبطل الغلاظة؟ خس الديب تفضل. أخوك أبو اللول هون محتاجك. بقى شو؟ يا على عيني شرف. طيب يا سيدي مبارح بنفسي مسلسل بنحقصي خولي لعن البطل بيقول لها بحبك ولي على قامتي راما بيفلش بجنن هذا اللي آخر عقله طبعا بجنن صفاء لك صفاء شو بك؟ أنت ليش بيسي غطي مكياج مكياج عادي معنا شوي بعدين والله اللي بشوفك عم تهتمي بحالك كل هالقد بيقول إنه بقى قال لك بحبك هو ما قال لي لمحلي وانا بشوفك مبسوطة كل هالقلب بيقول انه طلب ايدك على القليلة انا متأكدة انه لؤي بيحبني وليش بقى صفاء بصراحة انا بدي اقول لك شغلة لا تزعلي مني انت عم تهتمي بحالك وكل يوم لوك جديد بس لؤي مو شايلك من ارضك لا هلا هلا علي ماما شو ستراما وقتك مطولين مش عم نوطي صوتك شو وطي صوتي مطولين ولا شو لا ماشي وي حلينا لك المشكلة معلم حليت المشكلة ان شاء الله تمرق على المدير يا زلمة لك بتمرق هذا ابو الحروف هذا بالحروف والله والنعم منك ومنه صحيح انت منين بتلملي هدول العالم منين جايبوا لهذا البني ادم ابو الحروف زلمه سكره بكره بس تعرفه بتعرفه شو هو عفي ماما عصبيه مو قصده ايه مو زعلانه مو زعلانه يلا يا ماما بدك شيء تقبريني لا تزعلي براضيه خلص براضيه رحمك لك خليكي بعرف الطريق يلا باي بشوفك بكره ليكن وراي شفتهم؟ اسمع غسان ركز معي اسمع رح اخذ صفا ووصلها على البيت وانت خود منى ما بعرف اردف على مين اللي بدك اياه اردف ماشي يلا امشي مرحبا اهلين اهلين مساء كيفك؟ شو اخباركم؟ ماشي الحال تمام؟ مشتاقين شو الصدفة الحلوة؟ بتجنن في مثلك شو وين كانوا؟ كنا عن جامعة عم ندرس مجتهدين الله يعطيك العافية كيف رضا؟ الناجحين يا سلم جمعا طيب شو مشاريعكم شو عاملين هلا؟ انا بالنسبه لي هلا في وحوش في زمان السرطان بقى يعني خمس دقائق ببلش بدي الحق اركض ركض انا على البيت مو بمسلسلاتك يعني شو عاملين على البيت؟ على البيت يعني طيب ما بعرف يعني بدك وصلك يمكن طريقي من طريقك ايه طريقنا سوا على طول طيب تفضلي يمكن طيب يلا بدكم شيء سلامتكم شوفك بكره يلا باي 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 يلا باي جيب لي القلم بكره باي غسان وصلك وصلك ماشي بابا حبيبتي ليش عم تبكي؟ فيني عارف ليش عم تبكي؟ اي ماما قلعت لي رفقات قلعت لك رفقاتي؟ ماشي بابا حبيبتي هلا انا بشوف شو القصة ما تزعلي يا عمري انت ما تزعلي وين الماما هلا؟ بالمطبخ ماشي
ليش هيك عملتي مع رفقات راما؟ ها؟ وانت شو دخلك؟ انا خلص لا تعصبي دغري عصبتي خلص مثل ما بدك طولي بالك. لا تكون بدك تعلمني شو بدي ساوي وشو ما بدي ساوي. ايوه انت ما دخلك فهمان؟ ايه فهمان خلص طيب مثل ما بدك خلص روقي روقي. يا رب خدني وخلصني من هالعيش بقى. رحلة أبو اللول رحلة أمطيت شفاء. أنا لقيتك من بين كل البنات. صفاء أنا بحبك. شرفي لمحلك. حاضر أنسي. راما شو وينه غسان؟ أنا شو دخلني ما بعرف. أيوة يزن يزن شرف وقف. حافظ الدرس؟ لا ماني حافظ. شو هالوقاحة هاي؟ أنسي لو سمحتي خلينا فايقين ورايقين لأني فايق ومبسوط كتير. ها الله يوفقك. انت واحد قليل ادب. كانه بلشنا نفوت بالغلط. ولك انت واحد وقح. ايوه هلا اعملي لي هيك وقولي لي لا واطلعي لبرا. شو يعني رح تضربني؟ انا فرشيك. انت واحد وقح حيوان قليل ادب. انا فرشيك للمدير. لا 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 تطاق ابدا. لا تطاق لا تطاق. الله معك سلمينا على المدير. لك اعلى ما بخيرك اركبي. روي يا زول روي دخيل عينك. شباب هي شكلها رح تتبلاني. ها والله شكلها رح تطبق براسها يا يزن. شو بدنا نعمل هلا؟ بس يجي المدير شو بده تقول له مين يعمل القصه؟ على على شو حلا يا جماعه شو عم تحكوا؟ شو دخل هلا؟ ما بيصير هيك يا يزن تعملوا هذا الشيء. محشوب عم يقيس. ارجع على محلك احسن ما عمل هلا. يا جماعه مو معقول انا شو بدي شلون هلا بدي المدير يا زلمه. يا الله هقولكم فيها طيب ما يا جماعه عم جد انا بتحكي معهم. لا تتشفتوا بدنا نتفق بالتفصيل شو بدنا نعمل. بعدين مدير خلص عندي على الكبه يا شباب. تفضل استاذ تفضل استاذ. هو قلة الادب يا يزن. استاذ لحظه شوي انا ما حاول محلك. شو يعني؟ لا اسمع بلال. لا ما عم بلالي بس انت اسال الشباب بيني معك كل القصه. شو صار بين الانسه نجاح ويزن يا صفاء؟ يا استاذ عماد كل القصه وما فيها انه الانسه نجاح طلبت من يزن انه يسمع لها الدرس. يزن طلع حافظ كثير منيح. هي تضايقت بس للامانه استاذ علاء اللي ما حافظ. لا ما بالكم شو كسبني. معقول معقول؟ شفت استاذ انا ما بدي اقول شيء. الله يسامحك. لا ما بقلكم شو كذابين. ولك العمى بقلكم شو كذابين. لا استاذ كذابين والله العظيم كذابين كلهم كذابين. وين لؤي؟ استاذ والله ما بعرف ما اجى لسه. طيب كذابين ما استاذ والله العظيم كذابين والله العظيم جاي جاي لك يلا جاي جاي ايه جيت جيت
أهلين لؤي. شو مين أستاذ؟ خالي خالي ها صحتك. أهلين بالخال. أهلين يا أبني أهلين. خلص عمل اللي بدك اياه بينما تخلص لازم تعال من عند روحي. شو غير هيك؟ ضابط 100 خالي عن حقه حقيقي. والله العظيم كذابين يا صدقني يا استاذ، صدقني يا استاذ عماد كذابين كلهم كذابين. وهذا يا زلمة يزن راس الحبه والله يا استاذ علاء. استاذ يا استاذ يا انس يا نجاح الله يخليك. انا اسمي الاستاذ عماد، انا مدير المدرسه. عفوا الطالب اللي عندك اسمه الاستاذ علاء. عفوا عفوا تفضلي احكي بهدوء عشان اعرف افهمك. تفضلي حقك علي يا استاذ عماد. سامعني بوسيدك سامعني مو قصدي بس كلهم كذابين. هذا علاء هو. تفضل. مرحبا استاذ عماد. اهلا وسهلا تفضل. محمد ابو جلال خاله لهالموضوع. شرف الله يزيد شرفك. لا لا برا خاله لا برا. استاذ انا بس كنت حابه اقول لك انه علاء مظلوم. علاء شاطر بس هي صفاء، هي صفاء راس الحبه. يا مدام نجاح يا مدام استاذ يا انسي يا ضرب السخن. عندي ضيف بدي احكي معه. تفضلي. لا خذ راحتك. لك يا اخي ما بدي اخذ راحتي. تفضلي تفضلي. طولوا بالكم. شرفي يا مدام. تفضلي طولي بالك. وانت اطلعي برا كمان يا انسي. اطلع. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة. وليش ما شرف؟ ليش ما شرف ابوه او امه للمحبوس؟ يعني صهرك او اختك. هي معك حق بس هو ابوه مسافر وامه مريضه. اذا ما بيمشي الحال بمشي. شوف ابن اختك وضعه صعب كتير فوق ما تتصور. هي تاني سنه عم يعيد فيها البكالوريا. يعني اذا سقط بده ينلحش برا المدارس نهائي. والله هو معك حق يا استاذ وكل شيء عم تحكيه درر يعني. والصبي ناكلنا بالبيت بس شو بدي اقول لك طيش الشباب. تعرف انه انا لقطته امبارح عم يدخن. عم يدخن؟ والله لك كسر راسه لهالكلب يا لؤي. ولا يا اخي طول بالك ما بده تكسير. طول بالك خذ واعطي معي. نحن بالعيله كل شيء له دخان يا اساس كل شيء له دخان. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. عموما اهلا وسهلا فيك. وانا بتمنى ابوي يمر لعندي بس يجي من السفر او امه تجي بس تقوم بالسلامه. يا شباب امه امه للدب اللي جاي لعندي مشانه مو مريضه. اختي يعني. ايه الله يسلمك خلينا اياك. شكرا كثير. وما عندنا الابيات التي قراناها. سكرت امك رامي بلا ضحك موجهه الى الفلاح الا انها رساله فنيه مرسله إلى كل المثقفين وأبناء الأمة. يعطيكم العافية. صحة أستاذ صحة. أستاذ عمار الوقت ولا بس بدي أسألك رامي هي طريقة الأداء اشتغل بروك اشتغل بروك. شو بعرف والله ما بعرف بدي افتح شو معك اكلات طيب؟ امبارح الساعة 4 الصبح قاعد على الفيسبوك عندك بكالوريا وفيسبوك. يلا 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 يا شباب شو صار معك؟ كشفنا اكلنا هوا. تمزح؟ طبعا عم بمزح. لك هذا ابو الحروف ابو الحروف شو تضرب ما اخلصك. يلا باي باي. لؤي وينك لهلا؟ قصدي ليش تأخرت لأجيت على المدرسة؟ لو تعرفي شو صاير معي. شو صار؟ هاي لأقول لك صار عجيب بيصير لحدا. لا ما كان بارح كانوا عندي شيء
انت بالبيت ماما وصلت عليها شوي شوي هالقد هي ضايقت وعصبت وراحت شو بتعرف ماما كيف هي شوي عصبية بس ما حلوة شو زي بلاكم ما بدي طعميك نفس عيشة وينه طارق مبين اليوم؟ لك بيكون مقبول بالصف هلا مثل العادة ما تحكي على هيك يعني انه معقولة الولد شو بينام شو بده بالمدرسة خلص يروح يشتغله شي شغلة تانية لك الله يكون بعونه شو بكون؟ حضرتني شو عندي هلا؟ دبتي لك شي تعال على الأول بحياة ربك تعال يعني هذا معه ليه ليه موجود؟ يلا لهجر قصرك وارجع بيت النور يلا حدا يشيله من هون هذا يا شباب وهيك صار استاذ ما نحتش عيد معه راما صابتها بالعين المهم الانسي نجح لما طلعته ليزا مشان يحبيها مشان يسمي طلع مو حافظ ما شعلت شفت راما صابتها بالعين قام يزن طلع مو حافظ قام قالت له الانسي نجح لا هذا التسيب ما بسمح فيه بمدرستي ابدا قام يزن قال له انسي الله يخليك خليني فايق ورايق وما تخليني عصب قام اجت لعندك فورا ويزن قال للشباب والصبايا بس يجي المدير لهون بتقولوا له انه علاء هو المحافظ وعلاء حافظ يا حرام وقف علاء وقال له يا شباب حرام عليكم انا حافظ قام اجى محجوب وقال له عود بمكانك لا والله استاذ قيس بيقول له عود بمكانك ولك هذاك لا قيس هو اللي اعترض قال لهم يا شباب حرام عليكم حرام علاء حافظ قام جابه هيك محجوب وقال له ولك لك شو في شو في طولي بحرك لك محجوب هيك قال له لقيس استاذ قال له بفرمك فرم اذا بتحكي انت فتت سالتها لصفاء قامت صفاء كذبت عليك كذابه استاذ ما حكت لك الحقيقه لو سالتني الي كنت قلت لك وبالنسبه للؤي يلي كان عندك مو خاله هذا واحد بيعرفه غسان لؤي دفع له مصاري مشان يجي لعندك ويقول لك انه خاله يبرر له غيابه بس انت ما عم تسالني استاذ طحطح طحطح نعم استاذ بعت لي لؤي ويزن بسرعة وغسان استاذ وغسان نعم استاذ غسان حاضر بدك شي تعملني استاذ بدي اياكي تروحي على صفك مشان ما يجوا يلاقوكي هون ويقولوا عنك فسادة ما حلو حقك روحي حاضر استاذ وبطلي لي هي العادة تبع انك تفزدي على رفقاتك ما حلو كبيرة بتقدر الشمتين بروح روحي انقلعي من خلقتي بقى انا قلت هذا الزمت مستحيل يكون خالد لؤي لا ما شفت انا هلا شغلي شايف هذا الحيس وينه حاليا ماني شايف شوفه طلع فيه انا اذا بتطلع فيه بيوقع هلا انا مو فكرت اني اطلع شباب المدير بده ياكل شو عفوا كمني المدير بده ياكل اذا بتحبوا تطلعوا اطلعوا شو بده البروفيسور عماد؟ شو بعرفني؟ يا السقالة والغلاظة قوموا قوموا انا بدياني انا كلياتكم كلياتكم اسم شخصيا خلص بقى شو حبيبتي؟ شو حبيبتي؟ شو ماشي على بيت وين قفنا هلا؟ كنت عند المدير ايه يلا اشتغل شوف يلا مروني شباب على الحلقاية طيب نهار سلاما قولا من رب الرحيم سلاما قولا من رب الرحيم لو انتوا شو قصتكم؟ فهموني شو قصتكم؟ هات لي شوف شو يا استاذ يزن؟ شو يا حبيبي عم تسب انستك بنص الصف؟ انا ما سبيت اي خراس خراس كذاب هي بتسبك؟ ما وانت يا استاذ دؤي؟ شو يا حبيبي هات نورنا لشو؟ شو حط لي واحد من الشارع لانه خالك؟ استاذ هو خالي بس بس شو قل لي؟ لك قل لي استاذ بعصبيتك هي رح تخسر كل الطلاب شو تفضل؟ ما بعرف بكره من الصبح بتجيبوا اولياء اموركم يعني ابائكم الحقيقيين ينسجل اسمائهم بدفتر العيله فهمتوا؟ بس هذا الحكي كتير كبير يا استاذ شو تفضل؟ ما دخلنا بس استاذ سؤال يعني الاخ هون سبب انستو والاستاذ هون جايب واحد على اساس ولي امره انا شو لي علاقه لجيب ولي امري؟ انت ما دخلك انا عم بظلمك يعني انت كل شيء عامله انك انت محراك التنور بهالمدرسه يعني انا ما بعرف انك انت اللي دافش له لؤي مشان يجيب خاله من الشارع بكره بتجيب ابوك اول واحد عرفت مين ابوك اللي بيقول لك غليظ الصبح بتجيبه ايه استاذ بكره تحديدا يعني ايه بكره استاذ بس الاحاطه بالعلم انه بكره جمعه واللي بعده سبت قلت لك غليظ ما صدقت الاحد بتجيب ابوك ايه فكره حلوه والله عندي فكره احلى
تنزلوا انتوا الثلاثين عن فدوى هلا، كل واحد منكم بياخذ بيدون مازوت وبتدوروا على الصفوف وبتعبوا الصوبيات صوبيا صوبيا. يا حبيبي يا حبيبي استاذ، قال لك شغله اللي قايل لك عني انه انا عامل كازيه بيكون كثير غلطان كثير. استاذ من بعد اذنك انا براسي بخدمك، بس بتحسس من المازوت خلص غساله لازم بكفي. استاذ شايف مسلسل صح النوم؟ شايفه. استاذ ابو عنتر وغوار بتعرفه؟ نعم. هدول اثنين اللي برا، وانا المسكين ياسين بقوش، يعني انا رح انبلى بكل التعبايه بخاطرك استاذ. انا رح احط المازوتات على راسي واحرق حالي بخلص. سلام. وجيب لي قرار مالي فاضي عم بيع. فوت هلا عم تبيع، فوت خلصني انا بدي اروح. هاتي حقه يا فدوى. فدوى هاتي بيلونات مازوت. ان شاء الله حولك عم تبيع رشاد. شو هو؟ اسمح لي يا شباب، يعني خلوا علينا نحن نطالعوا. خلصنا بقى. يلا خلص. احملون يا زلمة احملون. شو أمر سيد راسي عملها فنجان قهوة؟ لا مش عم بقول شيلو شيلو. سائل هذا كثير. وقف وقف وقف. ليش جايبها هي؟ هي بابا اشترى اياها. بابا اشترى لك اياها؟ مجنون شيء أنت؟ كثير مبسوط مشان تعبت المازوت وأخذها لفوق؟ روحني برا شغلك يلا. ماشي. وروني لا يا ريت مضبوط مثل هي. إن شاء الله على الباب ما بيروح بس تفك كل التواليتات. طبعاً فدوى هذا حلم حياتها، لأنه بهاي الحالة بترتاح من الشغل اللي هي أساساً ما عم تشتغله، لأنه طحطح عم يساوي كل شيء. يعني لولا طحطح كان طحطح ما بيعرف شو عم يصير بهالمدرسة. يعطيك العافية استاذ، وصل الدعم دفي رفقاتك دفيهم. يعطيك العافية. يا شباب هيك بنقضي حياتنا؟ يا غاج بدنا نعمل. تعالوا ننزل على الابو بكلخ لي سيجارة انا بروق فيها وانتم بتقعدوا بتحكوا لكم شو يصير. جاهزين ننزل؟ لك لا يا زلمة تعالوا لكم شغلة، شو رايكم نضل عم نعبي مازوت ليصير وقت الباحة؟ بعدين عنا درس انجليزي والاستاذ حسان كله مو جاي، وهيك ما بنكون حضرنا ولا حصة. شرفوا. شو؟ بالابو تحديدا. بالابو. لا لا خلينا عم نعبي مازوت امشي. لا ما تعالوا تعالوا من هون. سألك سؤال. هلا انا ظالمك شيء؟ لا ابدا. لا عم تضرب يعني ما بكفينا تعناهم هدول النتعة العجيبة. من ليه جلال مين هون؟ جلال ريهام؟ ارجيني هون. مين ريهام؟ هي تبع الشعب الرابع. ريهام علي 13 على الديانة اخذ 3 بالرياضيات. ليك بالتربية الرياضية 20 24 فلسفة 7 جغرافيا 30 تاريخ. تعرف انه انا بكره كلياتهم بتلاقيهم شاكين على مال تامي؟ عجبتك هي؟ طيب انت دير بالك تطفي السيجارة هون شو هالبيدونات؟ لا لا تكلم. دلت الدراسات على وجود موارد كبيرة للمياه الجوية. ويعود قسم منها إلى المخزون الذي تراكم عبر السنين. والقسم الآخر إلى تسرب جزئي للمياه الصوتية. جبنا عن سماية. يلا أستاذ حضرة الملائكة. في الصخور
أنت مايا؟ شكرا يا أستاذ، يعطيك العافية. يلا أستاذ، قالت لك يعطيك العافية. الله لا يعافيكم. شنطتك أستاذ. ورقة. يا رب. كيف كان اليوم؟ أهلين أهلين. يلا ملي. يلا جاهزين. خذ لك سحبة. تحرفني يا كلب. لا تضرب، لا تضرب، لا حدا يضربني بقى يا شباب. غزال غزال ورقة يزن بالموسيقى بالصف السابع ناقل ستة. ما كان صوتي مبحوح عليهم. محبسلي محبسلي شفلي ورقتي. لو خلصنا بقى يلا ضل خمس دقايق للفرصة يلا. بس بس سيجارة ثانية سيجارة. يلا ضل عيطان عيطان. بس سيجارة خلص هذا مخبئي من اليوم ورايح. خد لك سيجارة وقود لنتفاهم مو حلوة لك قدام العالم. شوف لي ايش هاي فلبينيه ها؟ لا كذب شباب ما مستحيل هي حاطه صوره. شباب امبارح بقطع فيس حتى لو نجحت بالبكالوريا بدي ارجع اعيدها. روسيه اسمها مشين. لك حلوه وسهله كثير. بابا بدك صابون غار على شعرك. عيدها برجع بقعد بنص شو صابون غار؟ بدك بلسم ما شايفتي منكوش. لا تما شلون بمشي على هذاك بمشي بعد 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 شوي. بدك اياها صابون غار بس بدها بلسم. اي والله. شباب هذي عم يغسلون شو صار معكم؟ هذا بدنا اولياء امورنا. لا ايوه شامين ليه؟ ريحه حريقه شباب. اي والله يا شباب شو ريحه حريقه تعال تعال علاء. يا حبيبة عمري انت يا حبيبة عمري مرحبا. هو مدرسة العلم والنور. وصلت. كيفك؟ هي 25 استاذ. لا جد؟ هي 25. شو اسمك انت؟ انا اسمي طحطح. هو طحطح. شو منك يا عم؟ هي 100 استاذ بس 50. ولا يهمك خليهم معك. مرحبا يا أستاذ. أهلا أهلا أهلا. والله أنا خليل مدير إنتاج شركة تقدم إنتاج توزيع الفني. ممكن تدلوني على مكتب المدير؟ أهلا وسهلا خير إن شاء الله. يا حبيبي يا استاذ نحن في عنا تصوير يومين بمدرستكم والاستاذ المخرج اختار مدرستكم نصور فيها فاذا في امكانيه نصور ولا ما نصور تقبر قلبي يا حبيبي. ايه على عيني بس معكم موافقه من التربيه؟ معقول استاذ؟ تفضل. اكيد يومين يا مدير انتاج التقدم والتوزيع الفني. معقول يا استاذ؟ اكيد يومين. مين معكم ممثلات؟ معنا كل نجوم سوريا. حلو كتير بتشرفونا بس ممثلات بنات مين في عنكم؟ يعني بدي افهم شلون احترق الابو؟ ما بعرف شو اللي بتحترق الابو يعني ازاي بدك يا ربي شو صار مع لؤي ويزن خايفه عليهم كثير. لا تخافي عليهم حبيبتي لا تخافي شو بده يكون صاير معهم؟ طيب اكيد ما في شيء خطير. اكيد ما في شيء خطير يا حبيبي انت اطمن اطمن اكيد ما يكون صار له شيء بعدين انت شبك يا زلمه وانت مخطوف هيك؟ هلا انا مخطوف ما فيني شيء شبك بس عم بطمن يا ربي كيف المصلحه يا اخي المدرسه؟ انا شو بعرف فيني عم تسالني؟ بس كل واحد يقول عامل حاله محقري انا وجاني مش عم بضيع يلا وانا كمان
نحن بالنسبة لنا التصوير هادي ورايق ولح تنبسطوا معنا كتير، والمخرج اللي عنا ما بيعصب بنوب بنوب. ممتاز، طمنتني. أنا كل اللي بيهمني إنه تحافظوا على نظافة المدرسة، هذا أهم شيء بالنسبة لي. أكيد أكيد أستاذ، معناتها لقانا بعد يومين الساعة 8 الصبح. شرفت، أهلا وسهلا. شكرا شكرا. أهلا وسهلا. مع السلامة. نحن بخدمة الفن يا أستاذ. أنا بخدمة التلفزيوني. لا إيه إيه أكيد. مدرسة كبيرة. يا سلام، عن جد عم تحكوا؟ إيه عن جد. مروبة ما تفينا هاي. يا أخي يا جماعة، إن شاء الله يجي تيم حسن يا رب. إن شاء الله. لك عزوجي شو عم يقول لي؟ شو؟ عم يقول لي إنه أكيد التصوير التلفزيوني عندنا. بالله. صدرة، تعال تعال تعال، جيبه شادي. تعال. عمرك. حرر هواك فالحب بات معلنا، ما كل ما أخفته العين محزنا، من قال فؤادي ظالما كن في غرامي هائما، خذ من يدي خواتما واجعل رحيقي مسكنا. رفقة وسهر وشموع، شوق وضحك ودموع، بعد وعد ورجوع، هيك العمر بيمر. نتلاقى كل شوي بعتم القلب بالفي، تعب الهوى يا خطي وبعده ببير السر. جمعنا بالصدفة وعينينا مختلفة، نسرق بعد ده بكرة نتذكر أيام عشنا، حكاية كتبناها كل كلمة لناها ما حد مختير. رفقة وسهر وشموع، ذكرى الأمس من حنتي بوح الهمس، والليل بندهل الشمس بنحكي لها أسرار. لما تضيع هالعمر والسنين لوعها الهجر، لون الصفا ده بنكسر وفرح حلوة محتار. أيام عشنا حكاية كتبنا رفقة وسهر وشموع.